نروح لزميلنا من ابو ظبي زميل العزيز امير هشام، يقول لنا كده ويكلمنا على استعدادات النادي الاهلي من ناحيه واجواء ما قبل مباراه تشيلسي والهلال، وخصوصا ان هو موجود قدام ملعب محمد بن زايد، الملعب اللي هتقام عليه المباراه كمان دقائق بسيطه جدا. امير مساء الخير. مساء الفل عليك يا احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قول لي الاول، طبعا يمكن هنتابع مباراه تشيلسي والهلال على اساس انه الطرفين اللي هيلعبوا المباراه الاول والثاني والثالث والرابع هيتحددوا على اساسها، اجواء ما قبل المباراه شايف ايه؟ الحضور الجماهيري هل زي ماتشات الاهلي ولا في اختلاف؟ يعني هي اجواء رائعه يا احمد، لا في حضور جماهيري جيد جدا خصوصا من الاشقاء السعوديين اللي اكيد يعني بالنسبه لهم مباراه اليوم مباراه تاريخيه مع تشيلسي، حاجه ولا في الاحلام. يعني زي ما احنا كنا بنلعب البايرن كده السنه اللي فاتت في دور نصف النهائي في كاس العالم للانديه، مباراه رسميه مع بطل اوروبا، طبعا بيبقى ليها طابع خاص عند الجماهير العربيه خصوصا لما يكون النادي اللي بيشجعوه بيشارك في هذه المباراه. بالتالي جمهور الهلال في بالمناسبه بعضهم بيشجع تشيلسي وجايين عشان يشجعوا تشيلسي مش الهلال السعودي، لكن الاغلبيه طبعا يشجعوا الهلال السعودي في هذه المباراه الهامه. الملعب بصراحه يا احمد ممتاز وحلو جدا واجواءه رائعه وشكل مدرجاته يعني كويس جدا جدا جدا، افضل من ملعب اللي بيلعب عليه الاهلي النهيان. هو استاد طبعا كويس لكن ده اكبر، ساعته أكتر، الشكل العام بتاعه أحلى بكتير بصراحة، وبالتالي أجواءه بتبقى أفضل بكل تأكيد، وأمور في الحقيقة غاية في الأهمية. خليني كمان أقول لك إن في اهتمام كبير جدا بهذه المباراة، اهتمام إعلامي على المستوى العربي والمستوى الآسيوي، لأن الهلال طبعا بطل آسيا بيقابل بطل أوروبا تشيلسي، فبالتالي أيضا اهتمام على المستوى الأوروبي. تشيلسي مش في أفضل حالاته بصراحة خلال الفترة اللي فاتت في الدوري الإنجليزي، تعادلات كثيرة وهزائم أخرى كثيرة مع توماس توخيل، رغم أنه كان بادي الموسم بشكل أكثر من رائع، لكن عنده غيابات كتير جدا مأثرة على الفريق بشكل أو بآخر في الحقيقة. لكن تبقى بطولة كأس العالم للأندية هدف من أهدافه سواء كجهاز فني أو لاعبين، خصوصا أن هم بيمتلكوا القوام الأقوى في هذه البطولة، وده أمر مؤكد لانهم بطل اوروبا يعني، وبيلعبوا باسلوب يعني جيد جدا بيقدر يساعدهم بشكل او باخر ان هم يفوزوا باي مباراه، خصوصا لما تكون في فارق في المستويات ده امر مؤكد. لكن بالمناسبه الهلال عنده قائمه ممتازه جدا من اللاعبين وعندهم طموح كبير قوي، حتى لو انا بتكلم مع جماهير الهلال يعني في بعضهم متوقع ان هم يكسبوا واحد النهارده واثنين كمان، والبعض الاخر متوقع ان يوصلوا لاوقات اضافيه وضربات جزاء ترجيحيه وممكن تكون فرصهم اكبر، ففي حاله تفاؤل كبيره عندهم. احنا طبعا بنتمنى كل التوفيق للاشقاء السعوديين ونادي الهلال السعودي الشقيق، وايا كان مين اللي يعني هنقابله في مباراه الثالث والرابع يعني اهلا بيه، الاهلي اكيد جاهز وان شاء الله باذن الله يقدر يعني يفوز بالميداليه البرونزيه. لو هنقابل تشيلسي برضه هتبقى فيها صعوبه يعني اكيد، لان تشيلسي فريق كبير حتى لو خسر النهارده يعني، لكن في كل الاحوال الاهلي عنده هدف مهم جدا وهو الحصول على الميداليه البرونزيه. بالتالي خليني اكلمك على الاهلي شويه واستعداداته للمباراه المقبله. طبعا يعني هم اكيد البعثه كلها هتقعد تتفرج على المباراه النهارده مش من الملعب، احنا بس المتواجدين النهارده في الملعب يعني عايزين نتابع ونشوف الاجواء عشان نطلع من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ننقل كل كبيره وصغيره بتتعلق ببطوله كاس العالم للانديه. لكن الفريق والجهاز الفني في الحقيقه في مقر الاقامه هيتفرجوا على هذه المباراه عشان يشوفوا هيقابلوا مين في المباراه القادمه على المركز الثالث، ده فيما يتعلق بهذه المباراه والاهلي. لكن استعدادات الفريق نفسه النهارده اجازه تامه، مفيش اي يعني تدريبات غير يعني بعض التدريبات الاستشفائيه في صاله الجيم لبعض اللاعبين، بالتحديد كمان اللاعبين الدوليين تحت يعني اشراف دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، ودكتور محمد وفائي اخصائي العلاج الطبيعي، ودكتور طبعا احمد ابو عبله طبيب الفريق، ومن خلال ايضا كابتن سامي قمصان المدرب العام في فريق النادي الاهلي وفي الجهاز الفني للنادي الاهلي. يعني مواعيد طبيعيه جدا، الغداء والعشاء، وفي ما عدا ذلك كمان كان في طبعا اجتماع مهم وانت اتكلمت فيه يا احمد، هو اجتماع مهم جدا جدا من الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، وطالبهم جدا ان هم لازم خلاص يقفلوا صفحه مباراه بالميرس ويركزوا في اللي جاي عشان على اقل تقدير نخرج بالميداليه البرونزيه، بعد ما كان الطموح بعيد في البطوله دي ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، لكن الظروف طبعا كلنا عارفينها سواء ما قبل او اثناء هذه البطوله يا احمد، وده اللي ممكن يكون اثر على الاهلي وطموحه في هذه البطوله بشكل او باخر. لكن في كل الاحوال
متفائلين جدا بكلمه كابتن او مستر بيتسو موسيماني امبارح في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، واللي قال ان احنا هنيجي السنه الجايه ان شاء الله هناخد افريقيا ونيجي ونحاول نوصل ونحقق طموحنا من خلال الوصول لنهائي كاس العالم. فالامور عاديه، اللاعبين بالمناسبه مفيش اصابات الحمد لله، الكل جاهز. ممكن نلاقي بعض الاسماء، ممكن تلاقي محمد عبد المنعم بيلعب في المباراه اللي جايه، هيبان الكلام ده في تدريبات بكره وبعده قبل ماتش يوم السبت ان شاء الله باذن الله. فالامور جيده وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق يا احمد، ولو عندك اي استفسار طبعا انا معاك اتفضل. ردود الافعال بعد الخساره امبارح، يعني تحديدا على مستوى الجماهير، الناس اللي استقبلت ده ازاي؟ شايفه قدره الاهلي ازاي في المباراه اللي جايه؟ يعني هل انا عارف ان احنا محققين 2 برونزيه قبل كده، وبالتاكيد طبعا جهاز فني واللعيبه والجماهير كلها نفسها في الماتش اللي جاي تحقق ميداليه برونزيه جديده، لكن هل اختلفت الدوافع الروح اللي احنا شفناها عند جماهير نادي الاهلي في الماتشين الاولانيين وخصوصا قدام مونتريال المكسيكي، ما زالت موجوده حتى رغم الخساره امبارح؟ لو بتتكلم عن الجمهور اللي موجود هنا يا احمد، فلا يعني في جماهير كتير شايفه ان الاهلي عمل شوط تاني بالتحديد مميز جدا، وكان قريب ان هو يحرز اهداف، يعني لولا طبعا خروج ايمن اشرف وتعرضه لحاله طرد، ده ممكن يكون اثر على الاهلي في هذه المباراه. لكن في نفس الوقت عندهم تفاؤل ان احنا ممكن في مباراه المركز الثالث نقدر نفوز بالميداليه البرونزيه.